العالمي لحرية التعبير. تنظم الجمعية الولائية الرياضية مباراة بين فريق الصحافة تلمسان وفريق طلبة فلسطين. وإيمانا منا بالقضية الفلسطينية نظمنا تظاهرة رياضية مع الفريق نتاع الطلبة الفلسطينيين المقيمين بمدينة تلمسان. وكذلك سننظم يوم 2 ماي إن شاء الله ندوة علمية حول موضوع دور الصحافة في تحرير الشعوب. شكرا للجزائريين، شكرا للشعب الجزائري وحكومته الذي لطالما ساند هذه القضية. شكرا للفيدرالية الوطنية للصحافة الجزائرية على هذه المبادرة التي قاموا فيها. نشكر والي ولاية تلمسان على هذه المباراة الاستعراضية، ونتمنى دائما يكون في مشاركة بين طلاب الفلسطينيين والشعب الجزائري. ونشكر فريق الصحافة، ونتمنى دائما يكون في بيناتنا ودة وأخوية.